السلام عليكم. هنعمل النهاردة حاجة حلوة سريعة جدا. لو عايزة تاكلي حاجة حلوة ومكسلة تخشي المطبخ، اعملي كيكة الجلاش في منتهى السهولة. مش هتعملي العجين ولا دقيق ولا اي حاجة، وهتطلعي بكيكة جلاش في منتهى الجمال. طعمها حلو قوي ومميز جدا وسهلة جدا. تعالي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس في بداية الفيديو ما تنسيش بقى تدوسي لايك لو الوصفة عجبتك، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس لو لسه ما اشتركتيش. اول حاجه هنعملها هنعمل شربات الكيك. هنعمل الشربات، انا عاملاه هنا، هنحط كوبايتين من السكر على كوبايه ونص تقريبا من الميه. احنا هنستخدم كوبايه بس من الشربات ده، مش هنحتاج شربات كتير، يعني الكميه دي هيتبقى منها كمان. انا حطيت كوبايتين من السكر وهحط عليهم كوبايه ونص من الميه علشان عايزاه ما يكونش تقيل قوي، وهسيبه على النار ما قلبتوش خالص اهو لغايه ما يبتدي يغلي والسكر كله يدوب. في المرحلة دي بقى قلبته تقليبة واحدة بس، وهنعصر عليه نص ليمونة. وبعدين زي ما اتفقنا قبل كده دايما الشربات حطي بقى المنكهات اللي انت بتحبيها. انا بحب احط دايما فانيليا والقرفة. القرفة بتدي لون حلو قوي للشربات، بتخلي لونه ذهبي وكمان بتخلي ريحته في منتهى الجمال، لكن ما بيكونش باين ان هي ريحة قرفة. عشان الناس اللي ما بتحبش القرفة جربيه بالطريقة دي وهيعجبك جدا. اول خلاص ما بيغلي معايا بقى 10 دقايق كده، خلاص بقفل عليه وبسيبه لغايه ما يهدى خالص، وبحطه في التلاجة عشان نستخدمه وهو بارد. تعالي بقى نشوف مكونات كيكه الجلاش. انا معايا هنا لفه من الجلاش، اللفه دي نص كيلو من الجلاش، وكوبايه ونص من الحليب، كوبايه الا ربع سمنه على زيت، يعني نص كوبايه سمنه وحطيت عليها ربع كوبايه زيت. ممكن تستخدمي نص زبده وربع زيت، لكن الزيت بس ما انصحكيش يعني تجربيه مع الحلويات الشرقيه لانه طعمه بيكون باين قوي وبيكون متعب بعد ما تاكلي الحاجه الحلوه المعموله بالزيت. هنحط كمان نص كوبايه من السكر، 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، يعني كيس من البيكنج باودر، وفانيليا، وكمان معانا خطوه اختياري هي كيس الكريم شانتيه. هيديكي طعم حلو جدا وقوام حلو جدا للسائل اللي هنعمله اللي هنسقي بيه الكيك. لكن لو مش موجود عندك خلاص الوصفه مش هتقف عليه، بس لو موجود هتقدري تجيبيه، هاتيه، هيفرق معاكي في الطعم كتير. وطبعا الفانيليا. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه في كيكه الجلاش السريعه اللذيذه. اول حاجه انا هستخدم هنا الصينيه اللي بتتفتح من الجنب بتاعه التشيز كيك ديت، عشان انا عايزه بعد كده افكها وهعملها من الجناب كده بالورق الفويل، عشان لما نصب السائل اللي هنعمله في الخلاط ما يقعش من الجناب. ده في حاله انك عايزه تطلعي الكيك من الصينيه، لكن لو مش عايزه يبقى خلاص استخدمي اي صينيه عندك عاديه، مش لازم الصينيه اللي بتتفك من الجنب. هتدهنيها كويس جدا من كل الجوانب بالسمنه، كل الجوانب والاطراف دهنتها كويس بالسمنه. تعالي بقى نشوف هنعمل الجلاش ازاي. هتجيبي لفة الجلاش اللي عندك. الوصفة دي حلوة كمان انك ممكن تستخدمي اي لفة جلاش، حتى لو عندك لفة جلاش قديمة متكسرة متبهدلة برضو هتعرفي تستخدميها، لانك بتمسكي واحدة واحدة كده وبتكرمشيها كده بايدك وتضغطي عليها وترصيهم جنب بعض. يعني انا محتاجة لها تدهني جلاش ولا هتعملي بيه اشكال ولا هتطبقي، سهلة جدا وسريعة، مش هتاخد منك عمايلها 10 دقايق. على طول هتعملي ورق الجلاش زي ما انا بوريكي كده، وهنعمل الخليط في الخلاط في 5 دقايق وهتبقى جاهزة معاكي على طول تخش الفرن. هعمل الكميه كلها كده، نص كيلو من الجلاش عملته كده جنب بعض وخليتهم جنب بعض، ترصيهم كده يبقى الصينيه ماسكه عليهم كويس، وبعدين هحطهم في صينيه تانية علشان لو في اي سائل وقع من الجنب. في الخلاط هتحطي كوبايه ونص من اللبن، 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، هنحط عليهم نص كوبايه من السكر، وكمان هنحط عليهم كيس الكريم شانتيه زي ما اتفقنا، ده اختياري بس بيدي طعم حلو جدا. وكمان هنحط كوبايه الا ربع من السمنه على زيت او زبده على زيت. بعد كده هنحط معلقه كبيره من البيكنج باودر الكيس كله، وما تنسيش الفانيليا علشان ريحه الخليط ده تبقى جميله جدا. هنضربهم في الخلاط كويس جدا مده ما تقلش عن 5 دقائق 7 دقائق، لغايه ما تلاقي الخليط كريمي جدا ولونه فاتح. هنسقي بيه بقى كل الجلاش. راعي كده ان كل الجلاش يتسقي من السائل دوت بالراحة كده، اعمليه شوفي كده، عشان احنا حطينا الورق الفويل من تحت علشان لو في اي حاجة ما تنزلش وتبهدل الدنيا. شوفي انا سقيت بيه الصينية كلها، وهبتدي برضو اتأكد ان هو وصل لكل الورق. وكمان هاتي معلقة كده وابتدي اضغطي عليه حاجة بسيطة علشان تتأكدي ان كل ورق الجلاش اتسقى بالخليط اللي احنا عاملينه ده. ريحته جميلة جدا وطعمه حلو قوي من الكريب شانتيه والفانيليا واللبن، حلو جدا بجد.
هندخل الكيك على درجة حرارة 190 لمدة نص ساعة في الرف اللي في النص، وكمان محتاجتش اشغل الشواية زي ما قلتلك كده، لمدة نص ساعة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 190، واخدت اللون على طول الوحدة، ما شغلتش الشواية. لما تسيبيها لوحدة تاخد اللون، هتتأكدي ان من تحت برضو كمان استوت ومن جوه استوت، يعني ما تستعجليش عليها وتشغلي الشواية. اول ما تطلع وهي سخنة على طول اسقيها بالشربات البارد، لونه شوفي دهب ازاي من القرفة اللي احنا حطينها في الشربات. وكده بقت معانا جاهزة كيكة الجلاش السهلة السريعة وطعمها في منتهى الجمال. عايزة اقولك ان من جوه طعمها كأنك ساقيها بكريم، كريمة لباني. انا بعملها كده بالسكينة علشان اتأكد ان الشربات نزل كمان جواها، وهنقطعها من جوه وهوريها لك عاملة ازاي مورقة من جوه، وطعمها كده مختلف زي الجلاش، بتعرفيش ام علي، كأنها مسقية كده بكريمة حلوة قوي. بصي من جوه سخنة ازاي، طبقات جميلة جدا، من بره مقرمشة ومن جوه دايبة في منتهى الجمال. جربي بقى تعملي كيكة الجلاش دي لو عايز تعملي حاجة حلوة كده وانتي مكسلة ومش عايز تقف في المطبخ كتير، جربيها بجد هتعجبك وهتعمليها دايما. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكو. ما تنسيش بقى لو وصفة النهاردة عجبتك تدوسي لايك، ولو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس واستنيني في وصفة جديدة من مطبخ ريهام رضوان.